فتحت البوابات اذا وانطلق الشوط الاول. انطلق شوط بطولة مزرعة الروية، مسافة الميل، مسافة 1600 متر، هنا في سباق من الفئة الثانية لجروب 2 مخصص لعمر الخمس سنوات فما فوق بمشاركة 13 خيل من الخيول العربية الاصيلة هنا على مضمار ميدان الرملي. الصدارة المبكرة بالنسبة لعاصف مع شاكر البلوشي، على يساره المميز مع ادري دفريز، بينما على يمينه وفي المنتصف لدينا كينغ راث مع عامل الراسبي، ثم هناك في السياج الخارجي لدينا ايضا ازمير دوكارير مع عبد العزيز البلوشي. في المنتصف نلاحظ ند الشبه مع باتريك كوسغراف، هناك في مركز متاخر هيروس دي لاغارد مع راي داوسون بالجميع، لكن شاهد عملية السرعة الكبيرة الان، منافسة رباعية، هناك دخول من جانب جولد سيلفر لكن ايضا تاخر. المميز يتصدر الان ويتميز عن الجميع، يا سلام على هذه المنافسة، المميز متصدر، هناك ملاحقة من جانب هيروس دي لاغارد لكن المميز في الصدارة بالفعل، المميز بطل مزرعة الروية، يا سلام على هذا الانتصار.